السلام عليكم. قفش وجري. نعم. قفش وجري. حاضر. لا لا امسك وجري. لا ما يقفش يمسك، ما ترسلك على بر، ما تخناش معاكي. كلبش وجري. انت شوجري. المهم اللي انا اجري يعني في الليله دي. طب واجري ليه؟ انا خلاص ما بقاش فيها حيل اجري والله. انتوا قربتوا تخلوني امشي على كرسي بعجل. جايب لكم عهات النهارده. الشتا ده محتاج حضن وبطانيه. نعم يا اختي. الشتا ده محتاج حضن وبطانيه. والله؟ اه والله. لا صدقه خلاص حلفي. اعملوا له لايك وفولو وتعالوا لي انستا. طب نيجي انستا كل واحد مع البطانيه بتاعته يعني، ولا عندك بطاطين زياده؟ ما كفايه الحضن عليك يعني، احنا مش عايزين نتقل عليك، ده احنا كده هنبقى مرضى قوي. بص يابا. ايه يابا؟ طول ما انت بتختار الموتور للمتين عمرك ما تعمل عمره في حياتك. طب اعمل ايه؟ اخد معايا ميكانيكي من الاول كده قبل ما اقع، ولا اعمل؟ احنا هنولع امتى يا ابو عمار القرف ده؟ ايه يا ابويا ده؟ انت عارف كده بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اقول لك انا، هي عطشانه. عطشانه؟ اه والله. فبتشرب منك. تشرب منك؟ اه. طب ما تشرب من الاول اقرب وانضف يعني يا ابو عمار. بقول لك يا ابو عمار ما تبصوش تاني، لو انا مش عارف انت كنت بتبصيها اولاني ازاي؟ قرف. انكش لا انزل يا مدلع، ما تسرعش كده، دي اخر الجواز القرايب ده، وفي الاخر بيجي على دماغنا احنا. السلام عليكم. انا طالع اقول كلمتين بس. قول يا معلم. يا محمد ترى رمضان انت مش كده، اقسم بالله. الله ليه كده؟ لان انا بعت لك السايك على الفيس. معلش بس ثواني، بعت له ايه؟ السايك. سايك اه. وبعدين عمل معاك ايه؟ على الفيس وعلى الانستجرام ما ردتش عليا، انا مشاكل. طب ما مشاكل، ما ممكن يكون ما فهمكش يعني، ما انت مش موضح. انا لغايه دلوقتي مش فاهمها الكلمه اللي انت بتقولها. فلو فيت انت بيجيب عندك مليون 2 مليون، احنا بسم الله ما شاء الله فيتش حدنا 5 و10 مليون يعني. ايوه يعني انت لو محمد رمضان فهو مشاكل، الثقه بالنفس، نتعلم منهم بقى. فانت يعني انا اتفقت عنك برضه في الفونت وطلعت اتكلمت على حوار الفونت. معلش بس عشان انا زهقت والله. دفعت عنه في ايه؟ في الفونت. ايه الفونت ده اللي انت دفعت عنه فيه يعني؟ مش فاهم انا. في اسكندريه محمد رمضان. انا مش اول حاجه، انا مش من اسكندريه، انا من مصر يا كتعان. اول حاجه الحمد لله انت مش من اسكندريه، وربنا يكون في عونكم يا بتوع مصر والله، قلبي عندكم. واسكندريه بلدي الثانيه برضه. اكيد اكيد والله. بس خليك هناك يعني، احنا هنا خلصانين لوحدينا والله، مش مستحملين. ما قلناش حاجه، بس انت مش كده، لان انا طلعت قلت لك ازيك يا محمد رمضان، ومسيت عليك وعملت لك فيديو بتاع اللي هو الفونت بتاع اللي طلع عليك اشاعه فيه. اه انا كده فهمت يعني، الفونت ده اللي هو الفندق يعني، ربنا يتولانا. وعملت معاك واكب، فانت ما ينفعش انا ابعت لك السايك انت ما تردش عليا، انت كده خلط ومش تقتل ومش ركوله. اقسم بالله. بص انا زعلان قوي ومخنوق قوي منك. انا مش طالع ان انا اخد ترنت على حسك ولا اي حاجه، لا 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 لا، بس انا طالع اعرفك. خلاص بقى مشاكل، ما تزعلش نفسك يا عم، انت مش دافعت عنه، كل واحد بيعمل باصله يعني، بعدين هو اللي خسران يابا. تكرهوني ده بمزاجكم، لكن تحترموني وجزمه فوق دماغكم. عينك يا رخم، اصل صاحبها فخ. روحي اتعشي، روحي اتعشي، لا تقعي مننا. طب انا هقول لكم، طب عتريس وجف الراس وحلف مخرج تاني من الدار، جل ايه الغيره مشعل اللي قلبه وعمال يضرب نار. تمثيل سعيدي، من كتر الموهبه عندها بتمثل سعيدي، والله انا تعبان لوحدي اقسم بالله عيان. بص يا صاحبي، انت لو بتحبني انت فوق راسي، ولو بتكرهني برضه فوق راسي. استنى الرؤوس تختلف. استنى الضربه دي بتاعتي. بس على البيت، ما عندناش حريم احنا تقف في الشارع ترقص، يقولوا علينا ايه؟ تعمل ايه يا حاج فوق انت كده يعني؟ شايفك منسجم قوي يعني، انت الوحيد اللي منسجم قوي، ده تيك توك. لا داعي لاتقانه بهذا الشكل يعني، بس هنقول ايه؟ ما هو منه لله، منه لله اللي عرفكم ان النت بيجيب فلوس. وقول لي ازاي؟ بنيت في القلب قصر حنين، سكنته وانت قلبي رخام. وقولي ازاي بقيت زاد الفؤاد والعين، وغوي عينيك تعيش في الصيام. وقولي ازاي. ازاي يا جدع؟ الله العظيم لك حق. ازاي محدش برضو فيكو لسه عارف ازاي؟ نجيب السلاعلة بقى ينسينا بقى، بلا ازاي بلا مش ازاي. سلعة. We'll be right back.
قوي، ده كده عظمه قوي. سلام.